عليكم. اهلا سي محمد، صافا خويا بخير؟ يلا بعوشه، لا قول لنا شنو كتشوف في الراجل وشنو كيبان لك. وانا سينا نسيك شحال هذه وكنتسناو تقول لي عجاله راه اللي شافها وخا الله يكثر خيرك. هذا الموضوع راه فيه ميتيكال بزاف. هذا الموضوع بزاف، راه كاين بزاف كيتسناو. عاوتاني حاول تختصر. مني خذاك الوقت ولدا كديرني توا، معليش واخا سيدي. يلا سير سير، ما كاين مشكل. الحاجه الاولى شكرا بزاف، الله يكثر فيك. الله يحفظك اخويا، مرحبا مرحبا. اخويا نهضرو غير على هذا الموضوع الساعه بلا ما ندخلو في التفاصيل بزاف. وي انا كنشوف انا مع اللجنه المؤقته يكونوا فيها ناس في المستوى وتقاسم لشقين، واحد الشق يكون مكلف، يكون عنده السيوله الماليه، يكلف الازمه الماليه بطبيعه الحال، وكفاءات اللي غادي يتكلفوا كثير. اما ديك القضيه ديال دعم المكتب باشخاص اخرين، انا كنظن انها قضيه غير مجديه. وي ما يمكنش الناس تفشلوا بحال شي واحد ما خدامش قلتي ليه جلس اجي نجيب لك اللي يخدم عليك. وييه هذا هو، دخلنا في ان برادو فير مع الجمهور. واش الجمهور خاص الزنقه ودير وقفه قداش نيا، تيقول لك القدامى يمشي وتيقول لك المكتب يمشي، انت كتقول لي لا نطعموه، ما معنى هذا؟ واش غادي تالي فهمتي بوعدك؟ انا كيفاش شبهت سيناتي بحال شي شركه عندك شي ناس ما خدامينش قلت لهم انتم هذا الكره غنجيب لي يخدموا تبقاو انتم. وييه الله يرحم الوالدين، الله يرحم. الو الناس خدتهم يمشيو وتجي لجنه مؤقته. وهذا المؤقت شنو تستخدم عليه؟ كما كتستخدم على الجانب السيري بطبيعه الحال والتسيير اليومي وجلب موارد ماليه للخروج من هذه الازمه، ولا غير انضباطي وهذه الازمه راه حتى ما تخلص الناس كتعرف العرب. هات اخويا محمد هو غير واحد النقيطه، شي هذا الاقتراح ديال المنخرطي اللي قال لك المكتب هذا ندعموه ببعض العناصر. لا بلاتي دابا هاد النقطة هاد القرار، مشروع قرار اللي دانو اللي قالوا غادي نتناقشوا عليه وكذا، هذا كيبين لك بأن الرجاء ما عمرها غتخرج من التوافقات، غتبقى ديما في التوافقات، والتوافقات هي اللي خرجت على الرجاء في الجزئيات. من طبيعة الحال هذا الشيء كون حسمو سميتو كون ما جا الزيات وغيجي رئيس. دابا بكل التوافقات احنا ضعنا في عامين، ضاعت من عمر الرجاء. وي راه سنين هي، ولكن بالعكس انا جايك لهذا الموضوع، هذا بالضبط ديال هاد التوافقات. هاد اللجنه هادي خدمت في اعداد قوانين اخرى، خاص تكون قوانين اخرى في الرئاسه القادمه، دابا خصنا نشوفوا بعيد. وي خصنا نغيروا القوانين ديال الانخراط. واحد، الله يرحم الوالدين، خصنا نخدموا على الديمقراطيه. الله يرحمهم نقطعوا مع الوصايا، بارك علينا. الله يرحمهم، صافي اللي كيتسموا رسوم الحكومه. شكرا، انا زعما غنتهم حتى شي واحد في شي حاجه، مادام والمحاسبة أول قانون خاص يتحط في القوانين الجديدة ديالنا ديال الرجاء الرياضي، إلا بغينا نخرجوا من هذا الدوام وما نعاودوش هذا السيناريو، هي يتحط قانون رقم واحد هو المحاسبة. أي رئيس كيف ما كان النوع ديالو بزاف سالا في الولاية ديالو ولا استقر خاصو يتحاسب. وهذا الشيء كنظن راه شرطي اللي خاصها الجامعات تدخل فيه. ضروري خاصها تدخل فيه. راه قانون 2001 تعمل مع هذا الشيء. خاصها تدخل داخلي. راه داخل لما لعب تما صاحبي، راه كاين لما لعب. راه كاين لما لعب حاليا وكتدعم في الجامعة، راه كاين لما لعب تما اخويا سيمون، ماشي شي كنجيبو من راسو، من راسي. الانسان يدخل الماده 46 من القوانين الاساسيه ديال الجامعه، غير قافها واحد اللجنه الوطنيه للمراقبه، من المهام ديالها انها تشرف عرفتي واحد النقطه شحال مهمه، تشرف على التدبير الانجع للماليه لماليه الانديه، تدبير الانجع. وي قوانين المغرب تبارك الله راه عندها جميع المجالات، ترسانه قانونيه كبيره. التطبيق هو اللي خاصه، التطبيق دور رئيس الجامعه، ماشي غير طلع هو لا فيفا ينسى الكره. خويا انا باش ما نضيعش فيك وقتك، باقي قدامي زيد. يلا زيد زيد يلا. أكيد خاص إمكانيات. خاصنا نخدموا على نموذج اللي يكون محتاج غير الكفاءة ويكون الرجاء قائمة في الدات ديالها، والرجاء عندها الإمكانيات كاملة باش توصل لهذا الشيء. أنا كنتمنى من اللجنة يخدموا من يجي الرئيس يلقاو لو إذا كان كيتبقى لهم القانون يهيئوا هذا الشيء، يلقاو هذا الشيء واجد. هذا الشيء بطبيعة الحال كيتطلب أن يكون عندنا منخرطين كلهم في المستوى العالي. ومع الأسف هذا الشيء كاينين بعض المنخرطين، ولكن كاين بعض الآخر عنده مصالح أخرى.
هما واش كتسحاب اش كتسحاب؟ هذا خدامين خدامين، هما جالسين هذوك هما اخرين خدامين على راسهم باش باش يدبروا على راسهم. واش هما شحال هما صابرين ويضيعوا؟ هما عامين هما صابرين، تجي انت تخرجهم دابا. دونك هادو كيخص يد قانونيه. انا بالنسبه ليا النداء كنستغل لوكازيون التدخل ديالك خويا، النداء اللي كندوز اللي كدوز للجامعه، انا كندوز للجامعه لكن لجنه جامعيه، انكم كيخص بعدا بالاخص الجامعه، الجامعه راه عندها هي اللي غتدخل. علاش؟ لان دخلت الوزاره غتسمى السياسه دخلت في الكوره في الرياضه. اما الجامعه، جامعه راه جمعيه، راه بحال الجمعيات، عندها الحق تدخل وعندها الحق تفرض القانون، وعندها لجنه ديال مراقبه الانديه كيخصها تنزل وتحاسب مع هاد الناس الفلوس فين مشاو. خصها تنزل، راه هناك مال عام، ومن الواجب عليها انها تطلب الافتحاص كذلك عن طريق المجلس الاعلى للحسابات. هادشي خصو ويديو معاهم ان بلون داكسيون، ان بلون داكسيون، يديو معاهم ان بلون داكسيون. اسيدي شوف، نتوما من دابا شهر خمسه ولا شهر غادي يدخل لكم فلوس 6 المليار ديال الاتحاد العربي، اضعاف الايمان تخرج مليار ونص، وهذيك 2 مليار ونص غنديو معاكم ان بلون داكسيون. كيفاش غتخسروها؟ فين غتحطوها؟ فيها مثلا هذه غتمشي للاعبين، هذه غتمشي للمؤطرين، هذه غتمشي مثلا للعمال، هذه غتمشي لهنا، هذه غتمشي انتقالات. هو الجامعه اللجنه الجامعيه تقاد معانا كيف غيتصرفوا ذوك الفلوس. باش جميع الفراق، جميع الفراق، جميع اخويا اخويا سيمو، راه رساله، راه رساله بقى عندي، رساله جات من لا فيفا، جات للجامعه وكتطلب منهم انهم، قالت لهم اودي راه ولا عندكم بزاف ديال النزاعات ديال فرق مغربيه كيجيو كيجيو لمحكمه التحكيم الرياضي. اذا الله يخليكم، قال لهم باش تخفضوا من هذا الشيء الله يرحم الوالدين، قال لهم ضروري خصكم تشدوا مع الفرق فيما يخص التدبير المالي ديالهم، باش ما يبقاوش يقعوا في النزاعات مع اللاعبين ومع المؤطرين ديالهم. وبغيت يكثر من هذا الشيء، والجامعه خصها تقوم بالدور ديالها. ها غير التسعير ديال القانون هو اللي خاص، هو اللي خاص. سلام عندي. هو اللي خاصها، ونتمناو يكون خير اسي نسيم. غير عندي واحد الملاحظه بسيطه ليك، البرنامج ديالك الله يكثر خيرك، حاول الى سال البرنامج تجلس تشوف السنيات اللي كيدخل عندك، راه كاين الكلام الساقط شويه خويا كاين. كاين كاين اخويا، راه انت راه حيت كاين بوحدي ما كاينش معايا من شغل. واش ترى سمية فلان هما غير كيعاودوا نفس الكلام. يعني خويا نسيك. شوف قصة سعيدة. ولكن خصني نخلي الاخرين تهضر. الله يحفظك، شكرا شكرا خويا محمد، شكرا. الله يحفظك، الله يبارك فيك.